فهل الفاروق فرق بإلهي وشق صفوف قوم مجرمين أبابيل السماء على الأعالي وسجين يذل الظالمين. وعندما تريدون أن تتحدثوا عن أي وزير قبل أن تتحدثوا عن الوزير تحدثوا على من عينه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يرش الولاة إذا أخطأ الوالي فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا مسؤول عنه نحيل. عمر بن الخطاب أنتم تعرفوا القبطي مع وليد عمرو بن العاص رضي الله عنه في سباق القبطي سبق وليد عمرو بن العاص فوليد عمرو بن العاص ضرب وقال له خذها وانا ابن الاكرمين فذهب هذا القبطي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى المدينه المنوره وقال له ان فلانا ضربني وقال خذها وانا ابن الاكرمين فكتب له رساله الى العاص بن العاص وين انا حطيتك وين جاب قال له اذا باغتك رسالتي فاقدم ما كان لا بوينك في ذاك الوقت ولا رصاصه ولا هم يحزنون الوسائل تاع بكري كانت بدائيه بصح المبادئ احنا المشكل تاعنا اليوم كاين عندنا وسائل بصح لا نخدم بها مبادئ المفروض الوسائل في خدمة المبادئ اليوم أصبحنا نخدم الوسائل أكثر من المبادئ الحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للقبط هذا الذي ضربك وقال له قال خذ العصا وأضربه كما ضربك ضرب بعد ما ضربه قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمع مني حنا قال له أجل هذه العصا وهذه الدرة على رأسي على صلعة عمرو بن العاص كان عمرو بن العاص كان أصلا قال له أديرها عليه قال له مش هو اللي ضربني أنا ضربني وليدي وهذا ما ضربني قال له والله ما ضربك إلا بأن الأبجع كان والي ومن بعد قال الكلمة المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أقبل مجيء أمريكا وقبل مجيء أوروبا وقبل مجيء الدنيا بأكملها نحن سباقون إلى المبادئ المسلمون كانوا سباقين والله ما فتحوا العالم إلا لأن مبادئهم تحبها كل نفس حرة أبيها أي إنسان حر مع الفطرة ما يحبش الذل ما يحبش الخضوع ما يحبش الاستكانة شاهد هيبته وشخصيته وقوته ما كانش في اللبسة في البرستيج هذا تاع البرستيج برك النواظر كحولة يخلع سعيد من بعيد هذه عمر بن الخطاب يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى من على كرسيه فرقا وملوك الدنيا تخشاه هذا هو عمر بن الخطاب قيمة الحاكم في المبادئ التي يحملها ولو كان لباسه رثا دين النفس من براها الله الله ومن قوة يعلم الله سلم الصغار شعبك يبات في المقابر وانت لبس الكرس ولا لا وعنده زوج لبسة لبسة واحدة عسكرية ولبسة أخرى ماذا؟ علاه لبسة عسكرية؟ سؤال معناها انا نقول لكم هذا الحكام تاع العرب ونتاع الكرب هذو كلهم هذو سمعت هذو حكام يدير لك قانون ويدير لك دستور بصح في الدماغ نتاعو في العقل الباطني ان هذه الحكام هذه الشعوب ما يسيرها غير القوه وما يسيرها غير العسكر هكذا هما مقتنعين في انفسهم يقولوا هذا قولوها بالدساتير بل الشعوب العربية شعوب قهرية لا يسوسها إلا شيء اكتبها في الدستور لكن نقول لك لا حريات حرية التعبير
وحريه الكذا، ولكن هو في عقله الباطني يقول لك هذا الشعوب لو كان ماشي بالعصا وبالمطرق والله ما نجمو نحكموها. وميش تاع حريه، هما بالداخل تاعهم يقول لك هذه الشعوب مش تاع حريه، وكان تاع الحريه دير الفوضى. ملا نكتبوا للخارج اللي الحريات والدساتير وحقوق الانسان اسمعت، ولكن في الداخل في الضل العقل الباطني هكذا بوتفليقه يفكر، وهكذا السيسي يفكر، وهكذا السبسي يفكر، وهكذا الملك تاع المغرب يفكر، وهكذا الملك تاع السعوديه يفكر، كلهم يفكروا هذا التفكير العقل الباطني ان هذه الشعوب لا تستحق الحريه ولا تستحق الكرامه، هذه لا يمكن ان تساس الا بالعصا. وادرس تاريخ العرب والمسلمين بعد الخلافه الراشده الى يوم الناس هذا. خلي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وبعض الخلفاء الراشدين وادرس تاريخهم، كل حرب كل قتل كل سجن كل، ولحد الان هكذا ما زالنا هكذا. اذا الشعب الجزائري شعب مسلم سيحافظ على دينه ولغته ومقوماته مهما حاولت فرنسا او اذناب فرنسا. نحن لسنا ملزمين بالقوانين الدوليه. القوانين الدوليه اذا كانت توافق الكتاب والسنه اهلا وسهلا، اذا كانت لا تخالف الكتاب والسنه اهلا وسهلا. اما اذا كانت القوانين الدوليه ما استبدلوا بها اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فان لكم ما فعلتم وضربت عليكم. انظرنا علي تركنا قوانين نحن ضربت علينا الذل والمسكنه. عندنا المفروض احنا مبادئنا اللي نعلموها للعالم ونصدروها للعالم. علاش نقول انا في بعض الاحيان لما يولي رئيس شوفني كي نتكلم مع رئيس تعليم نتكلم مع امريكا ونتكلم مع كذا نتكلم معاهم ايه العبد الضعيف لكم جمهوري ان شاء الله. انا متواضع معاكم متواضع معاكم، بس اهل الكبر لا لا، اهل السطوه والاخرين لا، مع ما واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، مع المؤمن صح. رحماء بينهم لكن كفار. لما يجي اوباما يقول لي ما تديرش الاسلحه النوويه ممنوع، نقول له انتم علاش عندكم الاسلحه النوويه؟ وانتم الاسلحه النوويه عندما صنعتموها ضربتم بها الناس ولا لا؟ عندنا الجهه تاع هيروشيما وناجازاكي. طيب وشكون علاه احنا ما تكونش عندنا؟ هل رأيتم حاكم عربي ولا مسلم أمير رئيس ملك استطاع أن يواجه أوباما هكذا حتى احنا راح نديروا الأسلحة النووية؟ نحيوها أنتم نحيوها نحيوها نحيوها. أما أنت تدير أسلحة نووية ولا ما نديرش، ناقشوا قدام العالم ولا لا؟ ويبان حجة تاعهم ضعيفة. هم علاش حجتهم ضعيفة؟ لأن احنا مدلولين، مش هم أقوياء، لأننا احنا مدلولين. المسلم لازم يكون عزيز الدين، يوصل للحكم ولا ما يوصلش للحكم، دايما. احنا مش قضية شخص يكون في الحكم. احنا ماذا بينا حتى لو كان يكون عندنا رئيس عنده مقومات تاع أمة ويدافع على مقومات، احنا نكونوا معاه. ما شاء الله. بصح هذو بهدلون الله يبهدلهم. ما نحن نعرفهم حاطين هكذا. ألا الفاروق فرق بإله وشق صفوف قوم مجرمين أبابيل السماء على الأعالي وسجين يذل الظالمين. أنا الفاروق سل عني تجدني أجود عن الحياض ولن ألينا ستعلم صاحبي عما قريب إذا النصر اعترانا أجمعينا بأني ما خرجت لأجل دنيا ولكن كي أعيد لنا الحصون ليحيا شعبنا حرا كريما يسير على خطى الذي نبينا.